كسر في عظام الرقبة وفي عنده كسر كبير في الحوض وفي كسر في الصدر، بس أهم إصابة عندنا اللي هي بالجمجمة وفي الرأس. إحنا حاولنا نتقدر يمكن أطباء كل بجوز أكثر من 10 أطباء كل واحد حسب المنطقة حسب تخصصه يتدخل بها. حاليا دكتور جراح دماغ حاول يسيطر، في عنده نزيف حاد جوا الدماغ في جوا التجمع الدموي اللي داخل الدماغ. مبدئيا سيطرنا عليه، إذا حافظنا على وضع الدماغ وعلى استقرار حياته وعلى العلامات الحيوية تبعته تستقر حالته، الكسور الأخرى والأشياء الأخرى مش فيها شوي شو بنسويها. هل قلت هدفنا إنه نحافظ على حياته قدر الإمكان ونرفع ضغطه إنه ضغطه يستقر ما ينزلش بسبب النزيف ونعوض له الدم المزمن. ان شاء الله جهودنا بتروح يا شباب منتورة وربنا يعطي الصحة والسلامة، بس بكتافه انه حالته خطرة مش سهلة في عدة لها. اتكال على الله، هذه بتقرر الحال المرضية تبعته تتبعنا له في الساعات القادمة. احنا حاولنا عملنا القدر المستطاع ان نسيطر على النزيف، نسيطر على الحالة عشان نخلي الحال وصل حالي لحالة الاستقرار الطبي. إذا وصلنا للحالة هذه ما تبقى بضل أهون، وإن شاء الله خير، الاتكال على رب العالمين.